تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أن الإسراء والمعراج ذكرى عطرة تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا، فكانت منهجا للحياة وجهادا للنفس، معربا عن أمله في هذه المناسبة الطيبة أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وشر.